بتعملي ايه في البيت؟ بتعملي ايه في البيت؟ تعرفي تطبخي؟ تطبخي؟ بصي للكاميرا وقولي لنا طريقه تطبيق اي اكل. ماشي. صينيه بطاطس، تمام. بحط بطاطس في الصينيه وعليها ايه، بصل طرنشات، تمام، وعليها بابريكا، تمام. تمام. وبقعد افرك بقى البصل على البطاطس، وبحط عليها صلصه طماطم، بدخل الفرن وبس. مفيش لحمه ولا فراخ ولا حاجه؟ لا، بعد بقى ما الموضوع غليل يعني دلوقتي ولا ايه؟ لا بحطه. انت جميله اصلا، بالهنا والشفا.